بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا عبيد بن هشام الحلبي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. قال ثم سأله أيضا فتلاها عليه، أي الآية، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. فالمؤمن يعمل الحسنات ويسر بذلك قلبه، وإذا عصى يتوب إلى الله ويستغفر الله. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا منقطع، يعني سقط راو من الإسناد، فإن مجاهدا رحمه الله لم يدرك أبا ذر، فإنه مات قديماً رضي الله عنه. وقال المسعودي رحمه الله: حدثنا القاسم ابن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم، حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألتني عنه، فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها. فالمؤمن إذا عمل حسنة يستر بذلك ويحمد الله ويرجو ثواب الله، وإذا عمل سيئة حزن وتاب إلى الله وخاف عقاب الله. رواه ابن مردوية رحمه الله، وهذا أيضا منقطع، يعني سقط من سنده راو، والله تعالى أعلم. وأما الكلام على تفسير هذه الآية، فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد
إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. إطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذا ذبحت الهدي والأضحية تقربا إلى الله، فالله تعالى يريد منك التقوى والطاعة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر الله بالفرائض والعمل بها. وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك رحمهم الله. وقال أبو العالية رحمه الله: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، فقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل، وحقيقته العمل. وروي عن الحسن والربيع بن أنس رحمهم الله مثله. وقال مجاهد رحمه الله: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل امتثال شرعه. وقال الضحاك رحمه الله: ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجهها. وقال الثوري رحمه الله: ولكن البر من آمن بالله، الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله: فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فلا يدعى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، لا يعبد إلا الله. وصدق بوجود الملائكة عليهم السلام الذين هم سفرة، أي بين الله ورسله، هم الذين يرسلهم الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء عليهم السلام، حتى ختمت النبوة بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: وآتى المال على حبه، أي أخرجه، أي أخرج المال، تصدق بالمال، وهو محب له، محب للمال، راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وسعيد بن جبير رحمه الله وغيرهما من السلف والخلف، يعني يحب المال ومع ذلك ينفقه في مرضات الله عز وجل، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي صحيح غير مريض، شحيح أي محب للمال، تأمل الغنى وتخشى الفقر. إذا تصدقت وأنت في صحة وعافية ومحب للمال، ومع ذلك تجاهد نفسك وتتصدق تطلب ما عند الله. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني تتصدق وأنت تحب المال. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، أي من قوله، وهو أصح، والله أعلم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يتصدقون بما يحبون في محبة الله وطاعته. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المال الذي تحبه تنفق منه ابتغاء وجه الله جل جلاله. وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن يقدمون إخوانهم على أنفسهم ولو كانوا في حاجة. نمط آخر، أي نوع آخر أرفع من هذا ومن هذا، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، يعني مضطرون إلى المال، ومع ذلك يقدمون إخوانهم. وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. وقوله: ذوي القربى وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فالصدقة على الأقارب صدقة وصلة رحم، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. فالإحسان إلى اليتيم يحبه الله جل وعلا. وقد قال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال ابن سبرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد حلم. اليتيم إذا بلغ انقطع عنه اسم اليتيم، لأنه قد بلغ ويقدر أن يكتسب. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، يعني السائل، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له، أي لا يعرف فيتصدق عليه، يعني مسكين ومتعفف لا يسأل
فهو أحق بالإحسان. وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرًا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف إكرام الضيف، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان رحمهم الله، والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. ينبغي أن يعطى السائل بما أمكن. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، يعني العبد الذي اتفق مع سيده أن يعطيه شيئا، أن يعطيه قدرا من المال ويحرر رقبته، فهذا المكاتب يعطى من الصدقة ما يستعين به على فك رقبته. وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات في من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي، حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ورواه ابن مرداية رحمه الله من حديث آدم ابن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المال حق سوى الزكاة. ثم تلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله وفي الرقاب. وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي رحمهم الله، وضعف أبا حمزة ميمونا الأعور قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي. وقوله: وأقام الصلاة وآت الزكاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وآت الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس، يعني تطهير النفس من الذنوب والمعاصي، يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس، أي تطهير النفس من الذنوب وتخليصها من الأخلاق الدنية الرذيلة، كقوله: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه من المعاصي، وقد خاب من دساها، أي دسى نفسه في المعاصي. وقول موسى عليه السلام لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال،
وهو من أركان الإسلام، كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان رحمهم الله، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن في المال حقاً سوى الزكاة، والله أعلم. وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فالوفاء بالعهد من الإيمان، وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي الحديث الآخر: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات المنافقين نعوذ بالله. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال والتقاء الأعداء. قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهم رحمهم الله. وإنما نصب والصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته، والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص، أيها المؤمنون حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم، وسبب ذلك قريظة وبنو النضير، طوائف من اليهود. كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري من بني النضير القرظي، إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، بل يفادى بمائة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل به، وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر، ضعف دية القرظي. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفراً وبغياً. فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمهم الله
في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدًا الحر بالحر، وذلك أن حيَّين أي قبيلتين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتلٌ وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيَّين القبيلتين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، منها منسوخة نسختها النفس بالنفس، يعني الرجل يقتل بالمرأة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة، ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: النفس بالنفس. مسألة: مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم. وقال البخاري رحمه الله وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري رحمهم الله في رواية عنه: يقتل السيد بعبده، لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جذعه جذعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، يعني يباع ويشترى، لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، وأنه لا يقاد أي لا يقتص بطرفه، ففي النفس بطريق الأولى. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر، كما ثبت في البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة: قال الحسن وعطاء رحمهم الله: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة أن الرجل يقتل بالمرأة، ولقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي تتساوى دماؤهم. وقال الليث رحمه الله: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. على كل يقتل الرجل بالمرأة. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور رحمهم الله أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال: لو تمالأ، أي لو اتفق عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر
عن معاذ وابن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الملك بن مروان والزهري، ومحمد بن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت رحمهم الله. ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة. وقد ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما ما ذكرناه، وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. إذا رضي أهل القتيل بالدية في قتل العمد. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن عفي له من أخيه شيء، يقول فمن ترك له من أخيه شيء، يعني بعد أخذ الدية، بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف، يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك، يعني المدافع. فإذا رضي أولياء القتيل بالدية في العمد فهذا يعتبر عفو. وروى الحاكم رحمه الله من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ويؤدي المطلوب بإحسان، أي يدفع الدية. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله. مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور، وأبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، والشافعي رحمه الله في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرضى القاتل. وذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني العفو في العمد والرضا بالدية. يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم في القتل أو العفو. لم يكن العفو في العمد في من قبلنا، ولكن الله خفف عن هذه الأمة. فإذا عفا أولياء القتيل عن الدم عن العمد ورضوا بالدية فهذا يقبل. كما قال سعيد بن منصور رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار، وأخرجه ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن دينار به، وقد رواه البخاري والنسائي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال قتادة رحمه الله: ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم،
فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو، ليس بينهم أرش، يعني ليس فيهم الدية. رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو، ليس بينهم أرش، إما قصاص وإما عفو مجان. وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش أي الدية. وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا رحمهم الله. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن علي بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها، رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن رحمهم الله عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج أي بقاء الأرواح وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة النفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز، ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية رحمه الله جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان رحمهم الله يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه الوصية للوالدين والأقربين نسخت بآية المواريث، فأعطي كل ذي حق
حقه في الميراث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية، ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث ليس له وصية، إنما يأخذ ما كتب الله له في الميراث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقال: نسخت هذه الآية، يعني بآية المواريث. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به رحمه الله رحمهم الله. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. فأنزل الله آية الميراث في من فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت، يعني إذا وصى من الثلث لأقاربه الذين لا يرثون، وأما من يرث فلا وصية له، يأخذ ما كتب الله له. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الوصية للوالدين والأقربين. نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء رحمهم الله. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله. ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض
أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً أي استحباباً حتى نسخت، فأما من يقول أنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء رحمهم الله. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث، استئناساً بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يعني إذا كان عنده شيء يوصي للأقارب الذين لا يرثون من الثلث. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال عبد بن حميد رحمه الله في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك، يعني عند الموت، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلي. يعني هذه رحمة من الله عز وجل أن أذن لك أن توصي في ثلث مالك وأن يصلى عليك صلاة الجنازة فيغفر الله لك بفضله وكرمه. وقوله: إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم رحمهم الله. إن ترك خيرا أي مالا. ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، يعني مالا كثيرا. ثم اختلفوا في مقداره، فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، أخبرنا سفيان عن هشام العروة عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن رجلاً من قريش قد مات وترك 300 دينار من الذهب أو 400 ولم يوصي. قال: ليس بشيء، إنما قال الله: إن ترك خيراً أي مالاً كثيراً. قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام العروة عن أبيه أن علياً رضي الله عنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له: أوصي. فقال له علي: إنما قال الله، إنما قال الله تعالى: إن ترك خيراً الوصية، يعني إذا ترك مالاً كثيراً، إنما تركت شيئاً يسيراً فاتركه لولدك، أي بالميراث.
وقال الحكم بن أبان رحمه الله: حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن ترك خيراً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يترك 60 ديناراً لم يترك خيراً. قال الحكم: قال طاووس: لم يترك خيراً من لم يترك 80 ديناراً. وقال قتادة: كان يقال 1000 فما فوقها، لأن إذا ترك مالاً كثيراً يوصي بالثلث للأقارب الذين لا يرثون، وأما إذا كان قليلاً فينبغي أن يتركه للورث. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن رحمهم الله. قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فقال: نعم، الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربه لأقاربه وصية لا تجحف بورثته، أي لا تؤذي الورثة من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ ثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر، أي النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر، أي تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم، أي تتركهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس. ففي صحيح البخاري رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث، أي نقصوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زيال بن عبيد بن حنظلة: سمعت حنظلة ابن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 100 من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي 100 من الإبل، كنا نسمها المطيبة. فقال النبي: كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة 5، وإلا 10، وإلا 15، وإلا 20، وإلا 25، وإلا 30، وإلا 35، فإن أكثرت 40. وذكر الحديث بطوله. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أصابه الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي رحمهم الله: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباةً، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك،
من الوسائل، إما مخطئًا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدًا آثمًا في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعًا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قراءة أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوية رحمه الله من حديث العباس بن الوليد رحمه الله به. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط، وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحيف في الوصية من الكبائر، يعني إذا أوصى وظلم ونقص من حق الورثة فإنه إثم ومن الكبائر، لا يجوز أن يوصي لبعض الورثة أو يزيد على الثلث فيكون ظلم. وهذا في رفعه أيضا نظر، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف أي ظلم في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، نعوذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قرأوا إن شئتم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا يجوز أن يزيد في الوصية على الثلث، ولا يوصي لوارث. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، حسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.